جولة المركز الإعلامي ثوار الرقة في محيط منطقة دوار حزيمة. 3-4. الله أكبر، الدجاج هذا شنو ذنبه؟ معي بيض الدجاج هذا. الله أكبر عليك يا بشار، شو سويت؟ ضربت لنا الدجاجات نصن ماتن. عايشين من الله ومن هالدجاجات يا ابن الحلال. العنقودي هذا دجاجة ذبحنا نص الدجاج يا رجل. الدجاج هذا شنو ذنبه؟ شنو ذنبه هالدجاج هذا؟ هذا جيش حر؟ هذا الإرهابيات؟ هذا ايش دخلهم؟ هذا اللي اشتغلن بشار وبالحر وبالنظام وش دخلن؟ هذا الدجاج هذا عبيضا وناكل بيضتهن. الله اكبر. الله هذا صاروخك يا بشار. هذا صاروخك يا بشار. هذا صاروخك العنقود يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. حابس الدجاج. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. هذا صاروخك العنقود يا بشار. الله اكبر عليك. وهذا قذائفك. هذا قذائفك. واحنا صامدون باذن الله تعالى. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر. طبعا هذه هي العصابات الارهابيه. ذاكرك خايفات مرتعبات، شلنا اول نجي نحط لهم علف ما يخافون ولا يتحركون، يركضون على الواحد. من يسمع عن صوت موتور معي يتحرك، من يسمع عن صوت موتور تقبل. والان الاسد يقصف هذه العصابات بصواريخ عنقوديه. الله اكبر عزة الله. هذا نظامك يا بشار، مستواك تقصف الدجاج، هذا مستواك، وهي عنقوديتك ما تفجر. هاي الكبال تقطعت كبالك.